عوده ل10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. خلونا نروح بقى على السريع على اهلي الجزيره حيث تتواجد زميلتنا العزيزه روزان نصر اللي هتعرفنا اخر الاخبار والمستجدات. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة يعني عيد الأضحى، ويا رب تكون كده كانت أجازة سعيدة. النهاردة موجودة معاكم من النادي الأهلي فرع الجزيرة علشان أنقل لكم كل الأخبار سواء في كرة القدم أو الأنشطة المختلفة. هبدأ طبعا بخبر عن يعني الميران. عقد مارسيل كولر المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش الميران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص طبعا كولر على مناقشة الطاقم المعاون بخصوص برنامج الإعداد الخاص بالفترة القادمة واللي هيكون الحقيقة فيها مباريات مهمة جدا، بداية طبعا من لقاء الإسماعيلي غدا ببطولة الدوري. كمان خلال الميران قاد ميشيل يانكن فقرات متنوعة لحراس الفريق في مخاض اللاعبون تدريبات بدنية. كمان خاض مجموعة من اللاعبين تدريبات في الجيم للتخلص من الإجهاد، بينما قاد كولر تدريبات خططية وفنية لبقيه اللاعبين بالملعب في اطار طبعا التحضير لمباراه غدا امام الاسماعيلي. عايزين كمان نطمن المشاهدين والجماهير على عمرو السوليه لاعب الفريق في الميران اللي بدا مرحله الجري حول الملعب ضمن برنامج التاهيل الذي يؤديه للتخلص من الاصابه التي طبعا لحقت به في العضله الخلفيه. اليوم كمان هيستانف الفريق الاول لكره القدم تدريباته على ملعب مختار التتش هنا بالجزيره في الساعه 5 مساء استعدادا لمباراه الاسماعيلي طبعا غدا، اللقاء المؤجل من الجوله رقم 18 في منافسه طبعا بطوله الدوري الممتاز. كل التوفيق اكيد يعني غدا لنادي الأهلي. نادي الأهلي أعلن تفاصيل اختبارات الناشئين في الشرقية من أجل البحث عن مواهب جديدة. بدأت طبعا مرحلة اختبارات الأقاليم اليوم في الشرقية، وبالمناسبة كمان بيغطيها زميلنا كريم أحمد هناك، والتي طبعا من المفترض أن تكون اليوم وغدا في تمام الساعة 8 صباحا. يتم طبعا بيع الاستمارات بسعر 100 جنيه لكل استمارة، وسيستمر طبعا البيع حتى نفاذ الكمية، وتباع الاستمارات في كل من مقر أكاديمية الأهلي بمركز شباب أبو كبير بالشرقية وفي نادي النصر للبترول بالسويس. أخيرا طبقا للقرارات الرسمية الواردة إلى النادي الأهلي من مصلحة الضرائب المصرية والجهة الإدارية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من السادة الأعضاء، يعني لذا يرجى التكرم من السادة الأعضاء المستحق عليهم سداد ضريبة القيمة المضافة سرعة التوجه إلى إدارة الاشتراكات بالنادي، علما بأن مجلس الإدارة قد اتخذ قرار للتيسير لكل الأعضاء بإمكانية طبعا سداد المستحقات على أقساط حتى 4 سنوات. دي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة. بشكركم وعودة لكم مرة ثانية. إحنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر. شكرا لك يا روزان، أكيد على هذه التغطية.